سبحان الله وبحمده، سبحان الله قبل كل أحد، سبحان الله عدد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامج الإسلام والحياة. أيها الإخوة المشاهدون، ليس هناك قلب شام الإيمان إلا ورياح عاصفة من الغضب تجتاله وتمور فيه، وهو يرى هذا التسفل الأخلاقي الذي ينال مقام النبوة، ولا أظن أي مسلم يشام قلبه محبة النبي صلى الله عليه وسلم ويستمع لهذه الأخبار المسيئة له إلا ويعتصر قلبه ألما وحسرة. فليس المسلم يستمع لهذه الأخبار كما يستمع لأخبار الرياضة أو درجات الحرارة، وإنما يستمع وهو يشعر أنه يمس في أعز عزيز لديه، يمس في بشر لم يخلق الله خلقا أكرم منه. ما خلق الله خلقا أفضل ولا أكمل ولا أشرف من محمد صلى الله عليه وسلم. عندما نرى أننا نساء في نبينا صلى الله عليه وسلم، فإننا نتذكر مقام هذا النبي عليه الصلاة والسلام في نفوسنا، هذا النبي الذي لولاه لكنا عميا، بل كانت أعيننا عميا حتى فتحها الله به، وكانت قلوبنا غلفا حتى فتحها الله به، وكانت آذاننا صما حتى فتحها الله به، وكدنا أن نكون فحما في جهنم لولا أن الله استنقذنا به. هذا النبي الذي أحبته مظاهر الطبيعة، أحبته الجبال، أحبته البهائم العجماوات. يقول عليه الصلاة والسلام: هذا أحد، جبل يحبنا ونحبه، وتقدم إليه الإبل لينحرها بمكة في حجة الوداع، فكانت هذه الإبل تزدلف بين يديه، أيها يبدأ به أولا. هذه الإبل التي يقال لها يوم القيامة: كوني ترابا فتكون. فما الظن بمؤمن آمن بالله وصدق برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلم أن الله استنقذه من النار بهذا النبي وهذه الرسالة؟ ما الظن بقلب يخفق بهذا الحب ثم يرى هذا التسفل الأخلاقي تجاه هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام؟ إننا أحوج ما نكون ونحن نرى هذه الهجمة، أحوج ما نكون إلى البصيرة والروية واستنثار كل الملكات العقلية للنظر بعمق، لنقرأ الحدث وما وراء الحدث عن أسباب الحملة الإعلامية المسيئة للإسلام وللرسوله صلى الله عليه وسلم، وما واجب المسلم تجاه هذه الحملة التي تمس بؤرة القداسة فيه، وكيف نجعل رد الفعل على هذه الإساءات إيجابيا فاعلا لنضع حدا لهذه الإساءات. موضوع حلقتنا: إلا تنصروه فقد نصره الله. نحن معكم على الهواء مباشرة من قناة الليبية الفضائية، وكذلك على قناة الإيمان المسموعة. يمكنكم الاتصال على الأرقام التي سوف تظهر تباعا على الشاشة، وكذلك على البريد الإلكتروني ورسائل القصيرة SMS. أهلا بكم في برنامج الإسلام والحياة. لا يزال معنا فضيلة الدكتور الشيخ الصادق عبد الرحمن الغريان. أهلا بك الشيخ. يا مرحبا بك. ما عادش نقول أنت نضيفنا، نحن ضيوف عليك، نفعنا الله بعلمكم. شيخنا، من خلال هذه المقدمة وما تضارعنا به وتمس كل مسلم وسائل الإعلام اليوم، ما يقوم به بعض المتطرفين للإساءة إلى الإسلام والإساءة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا، هذه الإساءة ليست غريبة، وهذا ديدا وعداء الرسالات في محاربة الأنبياء والتنقص منهم. لكن السؤال الذي يطرح نفسه، يعني أسباب هذه الحملة الإعلامية
المسيئة للإسلام والمسيئة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لو نستجلي من فضيلتكم بعض الأسباب الرئيسية المهمة الأسباب هذه الحملة للإساءة به صلى الله عليه وسلم. تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، كما قلت هي ليست جديدة، هي قديمة. أوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم أذى شديدا من قومه في حياته وبعد مماته، فقد آذاه المشركون وآذاه اليهود وآذاه المنافقون، رموه بالحجارة حتى دميت قدماه صلى الله عليه وسلم، ووضع على ظهره سل الجزور، سل الناقة، وهو ساجد عند الكعبة، وكسرت رباعيته وشج وجهه الشريف يوم أحد، وتآمروا على قتله أو حبسه، ثم اضطر إلى الخروج من بلده وأصحابه صلى الله عليه وسلم في مكة، وهو الذي أشير إليه في قوله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. أو يثبتوك، يعني يحبسوك ويوثقونك بالحبال حتى يأتيك ريب المنون حتى تموت. وقد أشار عليهم الشيطان ألا يفعل ذلك، لأن أصحابه سينقذونه وتكون عليهم الدائرة، فاضطروه صلى الله عليه وسلم إلى الهجرة. وقد أشار القرآن في عديد من آياته إلى هذا الأذى الشديد، من ذلك قول الله تعالى: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم. من المنافقين ومن اليهود ومن كفار قريش منهم من يؤذون النبي ويقولون هو أذن. كانوا في مجلس فتكلم بعضهم في النبي صلى الله عليه وسلم كلاما لا يليق، فقال بعضهم للقائل: لا تتكلم، نخشى أن يصل الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيؤذون أصحابه. فقال القائل: لا تخشى، فإن محمدا أذن، محمد حتى لو أسان إليه فإننا نعتذر إليه، وينطلي عليه القول ويسمع قولنا ويسمع قولنا، ولا يميز بين الحق والباطل. فنزل قول الله تعالى: قل هو أذن. أي نعم، جاراهم الله صلى الله عليه وسلم فيما قالوا أول أمر، وأطمعهم في أن يكون القول لهم، ثم بعد ذلك قطع عليهم هذا الطمع، قطعه وأتى بجملة أبعدتهم عن مقصودهم بعدا، يعني يئسوا به منه. فقال لهم: هو أذن خير يؤمن بالله، أي يصدق بما نزل من الله سبحانه وتعالى، ويؤمن للمؤمنين، أي يسمع للمؤمنين ويعني يسلم لهم. ولذلك جاءت الأولى يؤمن بالله لأنها بمعنى يصدق، وجاءت الثانية يؤمن للمؤمنين وليس بالمؤمنين، بمعنى يسمع للمؤمنين ويسلم لكلامهم. وفي هذا إيحاء بأنه يسمع للمؤمنين ويقبل لكلام المؤمنين، لكن لا يقبل ولا ينطلي عليه كلام المنافقين كما زعمهم. من ذلك قول الله تعالى عندما خرجوا إلى غزوة تبوك وصاروا يخوضون في رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلمزون ويقولون: أيفتح هذا قصور الشام؟ ويقول لأصحابه: ما رأينا مثل القراء أرغب بطونا ويعني أكثر يعني جبنا إلى آخره. فعندما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن قولهم قالوا، أخبر عنهم الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. والله عز وجل تكفل بالرد على نبيه صلى الله عليه وسلم وبنصرته، فقال تعالى:
إلا تنصروه فقد نصره الله، إن لم تنصروه عندما أخرجه قومه فإن الله سينصره كما نصره من قبل. وقال تعالى في كثير من الآيات، منها قوله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، وقول الله تعالى الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، إنا كفيناك المستهزئين، إلى آخر آيات كثيرة فيها أن الله عز وجل تولى بنفسه الدفاع عنه ودحر المستهزئين وقهرهم، وما أشبه الليلة بالبارحة. هؤلاء الذين يقومون الآن بهذه الحملات الإعلامية المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم من سنة 2005 تقريبا، يعني تنشط هذه الحملات وتهدأ قليلا ثم تعود مرة أخرى، هؤلاء هم أحفاد أولئك اليهود. هؤلاء الصهاينة الذين يقودون هذه الحملات هم الصهاينة والمتطرفون اليمينيون من النصارى، أحفاد أولئك الذين كانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم في حياته. فخرجت يعني في أكثر من 10 بلاد غربية صحف وإعلانات ووسائل يعني إعلام مختلفة كلها تصور النبي صلى الله عليه وسلم بصور مشينة، ويعني تسوء إلى القرآن وتسوء إلى دين المسلمين، وهذا تكرر منهم وكأنه أمر مبيت أيده كثير من مسؤوليهم وكثير من منظماتهم وكذلك الفاتيكان وكذلك يعني في كل، فهذا يدل على أن هذا أمر مبيت وليس أمرا يعني عفويا أتى في صحيح منظمهم برمجوا له أهداف نعم لأن استمراره وتعاون المنظمات عليه وتواطئة المنظمات تواطئ عليه والتأييد من بعض المسؤولين فيه هذا كله يدل على أن الأمر ليس أمرا عفويا. وسببه في علمي هو ما أغاض هؤلاء من انتشار الإسلام. الإسلام يعني الآن اقتحم البلاد الغربية وانتشر في ربوعها وبين ذويها وأهليهم وبني جلدتهم انتشارا عظيما، يعني كل يوم الإسلام يزداد أمره ويستفحل، وهذا أمر بالنسبة لهم مخيف، الأمر مخيف لأنه اقتحم عليهم ديارهم. والآن الإحصائيات يعني تقول إن أو أكثر دين يتحول إليه الناس هو دين المسلمين. الله. ففي أمريكا الآن أكثر من 10 مليون مسلم. الله. وفي أوروبا أكثر من 30 مليون مسلم. الله. وتقفل الكنائس وتفتح المساجد. يعني المسيحية في تقهقر والإسلام في ارتداد ويمتد ويقبل عليه الناس. ويقبل عليه الناس. وهذا من الأسباب العلة الرئيسية اللي كما يقال الصياح على قدر الألم. نعم. والآن يعني في أمريكا في كل عام يفتح 100 مسجد. الله في الله. كل عام يفتح 100 مسجد. يس. والكنائس تقفل. وفي بريطانيا أكثر من 4000 مسجد. يس. هذا أمر بالنسبة إليهم أمر يعني يغيظهم غيظا شديدا. نعم. ومما زاد غيظهم أمران. الأمر الأول أن كثيرا من الناس الأوروبيين الذين يعتنقون الإسلام يتحولون إلى دعاة، يتحولون إلى دعاة، وهؤلاء الدعاة يكونوا ناجحين لأنهم يخاطبون الناس بلسان قومهم وبتفكيرهم وبعقليتهم، فيكون لنشاطهم تكون له آثار إيجابية كبيرة. هذا أيضا زاد من مخاوفهم. كذلك زاد من غيظهم أنه كلما قاموا بحملة من الحملات ابتداء من عقب 11 سبتمبر فما بعدها، كل ما قاموا بحملة ضد الإسلام ارتد سلاحهم إلى نحورهم ورجع السحر إلى الساحر، يزداد الاهتمام بالإسلام. والإحصائيات تدل الآن على أن أكثر الكتب يعني بيعا وانتشارا أصبح بيع الكتب الإسلامية وانتشارها أكثر بكثير من ذي قبل، لأن الناس يتطلعون إلى معرفة حقيقة الإسلام ويتأثرون به. وإن المصاحف في فرنسا نسبة
بيع المصاحف من نسبة بيع الكتب الأخرى 38%. الله صح. المصاحف باللغات المختلفة وباللغة العربية وبكذا، فهذا أيضا مما زاد الأمر غيظا عليهم. وهذا الغيظ أخبر الله تعالى به في القرآن بقوله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. وقوله: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. وعلى الرغم أنهم يبذلون الأموال وينفقونها، وحملاتهم لنشر المسيحية حملات منظمة ولها برامج طويلة وتنفق عليها أموال كثيرة، ولكن نتائجها قليلة. إن الذين ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. والمسلمون جهودهم قليلة في الدعوة. الإسلام ينتشر في أوروبا انتشارا مجانيا بجهود قليلة جدا. لو بذلت نصف الجهود التي يبذلها النصارى لكان لجهودهم آثارا كبيرة. مع هذه الجهود القليلة ومع ذلك الإسلام يكتسحهم. فالإسلام انتشر باللطف وبالرفق وبالرحمة. وهذا يرد على مستشرقيهم الذين يزعمون طول التاريخ أن الإسلام انتشر بحد السيف وانتشر بالسلاح. فهذا فيما يتعلق بهذه الحملات. أما أسبابها كما قلنا، السبب الأول هو يعني ما في قلوبهم من غير. وهناك سبب آخر يصب في هذا السبب، وهو أنهم يريدون استفزاز المسلمين. وعندما يستفز المسلمون ستصدر منهم ردود، وهذا سوف نأتي عليه يا شيخ، اللي هو كيف يكون رد الفعل إيجابي. لأن استنفذت طاقات المسلمين واستنفذت عواطفهم وخرجوا مسيرات معبرين عن شجبهم واستنكارهم. لكن ما الوراء، ما يعني كيف نقرأ الحدث وما وراء الحدث من خلال هذه الإساءة؟ هي أحد الأهداف اللي هي الاستفزاز بعض المسلمين لارتكاب مخالفات، على ضوءها تكون هناك آليات للمعالجة والتضييق عليهم. طيب شيخنا، هذه بعض الأسباب يعني على عجالة وهي بادية وظاهرة جزاكم الله خير. الآن نحن المسلمين، يعني القرآن الكريم لما أصيب النبي عليه الصلاة والسلام في أحد، وكما ذكرت في مقدمتك أنه شجت رأسه وكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم، لم يعني يلتفت أو يذكر ما فعل المشركون بالنبي عليه الصلاة والسلام. يعني لم يقل القرآن انظروا ما فعل المشركون بنبيكم، لكن قال قل هو من عندي أنفسكم. يعني على مبدأ قل هو من عندي أنفسكم. ما واجبنا نحن كمسلمين ومست بؤرة القداسة فينا تجاه هذه الإساءة، تجاه هذه الحملة الإعلامية؟ ما واجبنا تجاه ديننا لأن نحن المقصودون؟ وأولا كما قلت، لما أعداء الله يثيروا هذه المسائل ويثيروا مشاعر المسلمين ستصدر قطعا ردود أفعال عشوائية. هذه الردود الأفعال العشوائية هي مأخوذة في حساب أهل الكفر وضلالهم. يعني تجعل هذه الأفعال العشوائية تجعلها مبررا لهم لسن قوانين جائرة وظالمة تضع المسلمين الذين بين ربوعهم في السجون وتضطرهم إلى الخروج من بلادهم. بذلك يعني تتقلص وتتحجم حركة امتداد دعوة الإسلام في الغرب. أيوة، فتهدف إلى الغرض الأول. ولذلك الإحصائيات الآن تقول إن أكبر نسبة في سجون الأوروبيين والأمريكيين هي من المسلمين. المسلمون في أوروبا وفي أمريكا يكونون نسبة قليلة جدا من عدد السكان. لكن من حيث المسجونين يكونون أكثر من 50% كلهم من المسلمين بسبب سن القوانين الجائرة الظالمة وكافحة الإرهاب وكذا. فعلى المسلمين ليعالجوا هذا الأمر أن يكون رد فعلهم كالآتي. أولا لابد أن يكون رد الفعل قويا، وأن يكون حضاريا متمدنا، وأن يكون شاملا ومتنوعا. كيف يكون قويا؟ يعني عندما يكون أمامك مرض وتريد أن تعطيه دواء،
إذا أعطيته جرعة أقل من القدر المطلوب فإن هذا الداء يتأقلم مع الدواء ويستقر معه ويعيش ولا تستطيع أن تقضي عليه. لكن لابد أن تعطيه دواء قويا ناجعا فعالا بحيث يريحك منه. فلابد أن يكون العلاج الذي نأتي عليه ونتكلم عنه لابد أن يكون قويا. الأمر الثاني لابد أن يكون حضاريا متمدنا لا عشوائيا، لأن كما أشارت حضرتك عندما هزم المسلمون في أحد وأصيب نبيهم صلى الله عليه وسلم أمرهم الله عز وجل أن يلتفتوا لأنفسهم. المسألة انظر إلى نفسك، عالج الخلل الموجود في نفسك أولا، ثم بعد ذلك إذا عالجته عالجت الأمور الأخرى كلها. لما سألوا لماذا حصل بهم وقع بما وقع، أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، كيف أتانا هذا؟ قل هو من عندي أنفسكم، لأنكم عصيتم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أعطاكم تعليمات لو التزمتم بها لما وقعتم في هذا. يا سلام. خالفتم الالتزامات لابد أن تصبر وتتحمل النتائج. ليكون هذا درسا، ليكون هذا درسا لكم. فعلى المسلمين في رد الفعل أن يكون رد فعلهم منضبطا حضاريا بحيث يكسبون المتفرجين. لأن خصوم قسم مسلمون وقسم آخر أعداء الإسلام، وهناك قسم آخر ينتظرون إلى أي الفئتين ينتمون. فإذا رأوا منطقا في علاج الأمور وصور وكان موقف المسلمين موقفا قويا يدافعون على الحق، فإنهم يكسبون عطف الآخرين ويكسبون صوف الآخرين إلى جانبهم. أما إذا كان رد فعلهم عشوائيا غوغائيا فإن الصف الذي يتفرج سينضم إلى ويصدق قول المتطرفين الذين هدفهم هذه هو التشويه الإسلامي. ونخسر هؤلاء. فلابد أن يكون يعني رد فعلنا لابد أن يكون منظما بعيد عن العشوائية وعن الحرق وعلى الكلام الذي لا معنى له. لابد أن يكون متنوعا شاملا. يعني متنوعا شاملا وأيضا وأن يكون مستمرا. يعني كثيرا من الحوادث تحصل لنا تحصل هبة في بادئ الأمر والناس تقوم بقوة صحيح، ولكن مع الأيام تخفت هذه الأشياء وينسى الموضوع ويبقى الأمر كأن لم يكن شيء. هذا يعني أمر خطير جدا. لابد عندما نضع لأنفسنا علاج ل أي خلل يقع لابد أن نكون عندنا نفس طويلة وعندنا استمرارية، وكل أحد يعد نفسه مسؤولا عن هذا العلاج. هذه مسألة تتعلق بالإيمان، مسألة الاعتداء على رسول الله صلى الله عليه وسلم مسألة تتعلق بالإيمان، لا تقبل النيابة، لا يغني فيها أحدا أحد، لا يكفيها رئيس الدولة عن الشعب ولا رئيس العائلة عن العائلة، بل كل مسلم مخاطب بعينه ونفسه. لا يكفي أحد أن يؤمن بالنيابة على أحد آخر، حب النبي صلى الله عليه وسلم والدفاع عنه من الإيمان. فلابد أن يضع المسلمون لأنفسهم هدفا وبرنامجا للدفاع عن دينهم يتبناه كل مسلم. كل مسلم لابد أن يعني يطبقه وأن يلتزم به التزاما كاملا. فالعلاج لابد أن يكون مع الاستمرار أن يكون متنوعا. تنوعه منه مثلا أن تكون هناك جهات سواء لتملك المال أو لتملك الفكر وتملك العقل والسياسة تنوع هذا الرد الفعل على أنواع كثيرة. طيب شيخ، على يعني نقف عند تنويع ردود الفعل الإيجابية بعد الفاصل ثم نكمل بإذن الله تعالى. طيب. أيها الأخوة المشاهدون، فاصل قصير ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم من جديد. نحن معكم على الهواء مباشرة لبرنامج الإسلام والحياة.
شيخنا نحن نتكلم عن تنويع وسائل ردات الفعل أو المواجهة لهذه الإساءة. نعم. ردات الفعل يجب أن تأخذ اتجاهات كثيرة. نعم. منها يعني المقاطعة الاقتصادية. نعم. المقاطعة الاقتصادية بعض الناس يشككون في جدواها وهذا كلام مرجف، كلام غير صحيح على الإطلاق. نعم. فإن المقاطعة الاقتصادية موجعة وجعا شديدا لأعداء الله. نعم. وبعضهم يقول هي لا صادرات مثلا هذه الدولة وتلك لا تتجاوز 1% وكلا 1% الدول العربية نعم الدول العربية، وذلك لا يكون له فائدة. أنا أقول له فائدة عظيمة، وفي هذا الباب أنا أذكر المسلمين بأنه يجب أن يكون عندهم موقف عندما يتسوقون ويدفعون أموالهم، لا يدفعون أموالهم إلا لمن هو غير عدو للإسلام. ليس في هذه المسألة فقط، كل إنسان يريد أن يشتري آلة ويشتري سيارة ويشتري مواد غذائية ويشتري شيء، لابد قبل أن يدفع ماله أن يسأل وينظر هذه السلعة من أين تأتي. نعم. إن كانت تأتي من بلد عداؤه سافر للمسلمين. نعم. ويقاتلهم بجيوشه ويحاصرهم ويجوعهم، فلا يجوز له أن يشتري سلعة، حرام عليه يشتري سلعة. نعم. لأنه عندما يدفع المال فهو يدفع ثمن رصاصة ويدفع ثمن بندقية ليقتل به إخوانه المسلمين. كذلك كثير من الشركات هي ظاهرها شركات مدنية في مجال النفط، في مجال بناء الطرق وكذا، وفي الواقع شركات عسكرية تؤدي خدمات لوجستية عسكرية تباشر تسهم إسهاما حقيقيا ومباشرا في الحروب وفي المعارك. ينبغي المسلمين أن تكون عندهم منظمات ومؤسسات تصبر هذه الأشياء كلها، وتصنف الشركات وتصنف الإنتاجات وتصدر نشرات وقوائم ثابتة فيها السلع اللي عادة يستهلكها المسلمون، وتوزع عليهم في الجوالات وتوضع قوائم في المساجد وفي كل مكان. وكل مسلم ينبغي أن يعي ذلك، ولا يجوز له أن يغفل هذا الأمر، لأن هذه مسألة إيمان لا يغني فيها أحد عن أحد. الله أكبر. ولا ينبغي التساهل فيها. نعم. بعض الناس يقول كان ماذا أصنع وأشتري بدينار ولا بربع دينار، يعني إيش يساوي في هذا؟ نعم. أقول له المليون يعني الواحد جزء من المليون. نعم. إذا نقص واحد لا يكون مليونا. الله أكبر. أول الغيث قطرة، قطرة مع قطرة مع قطرة تكون سيلا جارفا. صحيح. فكل مسلم لابد أن يعي هذا الأمر. نعم. والمسلمون ينبغي على مستوى منظماتهم الإسلامية أن يعني تخصص وتؤسس ناس يتخصصون في البحث عن أسماء هذه الشركات. نعم. ومنتجاتها، ويعون الناس بذلك ويوزعون عليهم بحيث كل إنسان يعرف ماذا وأين يدفع، أين يدفع. هذا باب من أبواب الجهاد. هذا باب من أبواب الجهاد الحقيقية. الله أكبر. وهو فرض عين على كل. نعم. مسلم في كل مسلم في هذه الظروف الحرجة. نعم. المسلمون فيها يقتلون في كل مكان ويحاصرون. نعم. ونعلم أن كثير من البلاد عدائها سافر لا تواري فيه. نعم. ولا تجامل. نعم. في المحافل السياسية والعسكرية وفي كل المجالات. أكيد. ينبغي أن تصنف بأنها بلد عدو لا تشترى منتجاتها من. نعم. قبل المسلمين. نعم. هذه مسألة في المقاطعة الاقتصادية. أيوه. ينبغي أن يكون هناك برنامج أيضا في رد الفعل، برنامج ثقافي إعلامي، تكتب المقالات وتؤلف الكتب بطريقة علمية وبلغات القوم، والناس الذين لهم أموال يجب بدل أن يستثمروا أموالهم في قنوات فضائية يعني فارغة لا قيمة لها. صحيح. هذا من الوقف الخيري المثمر الذي يدوم نفعه ومن الصدق الجارية. السلام. أن يكونوا قنوات فضائية بلغات القوم. نعم. تبث الإسلام وتنشره وتوضحه وتوضح حقيقته. نعم. للأسف أن جهود المسلمين كما قلت هي ضعيفة في باب الدعوة. عندما عملوا استفتاءات على الدنمارك عامة الناس لا يعلمون، كانوا يعتقدون أن محمد إله يعبد كما هم يعبدون عيسى. هذه مأساة، أن نسبة كبيرة من فينبغي. يا شيخ، هي المساحة التي تحرك فيها المتطرفون. نعم. المساحة التي تركناها لهم هو جهل كثير من الغربيين بالإسلام، بحقيقة الإسلام. نعم. فينبغي أن توجه أموالنا بدل ما توجهها في عمارات وفي فنادق وكذا، يعني توجه في قنوات فضائية وإذاعات بلغات الناس
توضح حقيقة الإسلام بأسلوب واضح سهل. نعم. فلو كانت الأمور منظمة بهذه الصورة فإن هذا سيؤتي ثماره، يعني ثمارا يانعة، ويقتطف المسلمون ويدفع شر أعداء الله عنه بإذن الله. طيب نكمل بعد الـ 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 الوسائل المواجهة الفعالة الإيجابية الحضارية. نعم. بعد استقبال هذا الاتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام. حسن مرحبا. محمد. أهلا بك يا محمد. أنا أسمع فيك، تكلم يا محمد. يوسف حسين. أهلا بك يا يوسف. من وين يوسف؟ من براك الشاطئ. أهلا وسهلا بك يا يوسف. تفضل معنا الشيخ صادق درياني. سؤاله. أهلا وسهلا. مرحبا. كيف حالك يا شيخ؟ يا مرحبا بك. نعم. لا يا شيخ، عندي صديقي عند والده تعبان. نعم. فيفكر يمكن الحج نيابة عنه، هل يجوز هذا ولا لا؟ طيب. ماشي، هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، نبي صفة صلاة الاستخارة. طيب، سؤال آخر يوسف. بارك الله فيك. أحسنت يا يوسف، أحسنت. اتصال آخر. عليكم. وعليكم السلام. بيكلم الدكتور صادق غريان. تفضل، من معنا؟ معك ناصر من طبر. ناصر، أهلا بك يا ناصر. مرحبا. تفضل سؤالك يا ناصر. عندي سؤالين بالله. تفضل يا ناصر. نسأل عليه، احنا طبعا في طبرق اليوم طبعا الجمعة. نعم. فالخطيب بتاعنا اليوم في صلاة الجمعة يعني شاف أدلة على ان في الامور استحدثت وجابوا من باب البدعة. يعني كيف البدعة الحسنة فيها ما فعلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب. فسؤالي، هل الإنسان بدعة حسنة؟ نعم. الامور التعبدية مثلا، يعني والله في يعني هذا المصطلح على 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 احتجاج المواد النقدية. نعم نعم نعم. انا سوف نخصص حلقة في منتصف الاسبوع على السؤال الثاني النبوي ان شاء الله. نعم تفضل. السؤال الثاني، في احيانا يوزعوا في ورق مكتوب عليه ان فلان الذي رسم النبي صلى الله عليه وسلم الدنماركي مات حرقا، ووزع الورقة وكذا، تجيك تقريبا يعني جيت الورقة وزعها 10 مرات تقريبا، وإذا ما وزعتش حيصير لك مثلا أمر سوء، إذا وزعتها حيصير لك أمر خير وتفرح وكذا، يعني مو زي كذا. نعم نعم. نعم. سؤال آخر يا ناصر، واضح سؤالك. نبي نرد اتصال. حاضر. شكرا. اتصال آخر. جمال. السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا يا جمال. كيف حالك يا شيخ؟ مرحبا. تفضل سؤالك يا جمال. يا شيخ عندي سؤال يعني لو سمحت. تفضل. اكرمكم الله، ولكن انا اكون في الحمام، داخل الحمام ويسمع الاذان، هل يستطيع ان يرد على الاذان في سره من داخل؟ يعني سؤالك ترديد الاذان. سؤال ثاني يا شيخ بالله. سؤالك ترديد الاذان وانت في الخلاء يعني في الحمام. ايه. طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني، ما هو حكم تارك اللحية بدون عذر؟ ما حكم تارك اللحية بدون عذر؟ هذا جبنا عليه في، ترجع لموقع الشيخ موقع التناصح تجد الإجابة عنه إن شاء الله. طيب بارك الله فيك، نجيبك. وعندي سؤال ثالث يا شيخ. يا مرحبا. سؤال ثالث يا شيخ. تفضل جمال. سؤال الثالث. سؤال الثالث، النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. يقول في الحديث. نعم. إن الله لا ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم. نعم. ما صحت هذا الحديث. طيب. ونريد شرحا لهذا الحديث يا شيخ. طيب شكرا يا جمال، شكرا. بارك الله فيك. يونس بن غازي. السلام عليكم. ايوه يونس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا. مرحبتين. تفضل يا يونس، معنا الشيخ صادق الغرياني. مرحبا دكتور. تفضل. مرحبا بك. بالله نسأل سؤال. تفضل يا يونس. تفضل. السلام عليكم. خير يا شيخ. يا مرحبا بك. سؤالك يونس. بالله يا شيخ، بنسأل لي نظام الشغل في المطار، هل هو حرام ولا حلال؟
يعني ايش سؤالك؟ العمل في المصارف. ايوه. لا السؤال الثاني. ايوه سؤال واحد بس. السؤال الثاني بنسأله علي الدكتور. لا سؤال واحد اخر. هات نسأل البرنامج العلاج عند الدكتور الهاشمي شنو حكمه يعني؟ ونحن دائما في الاعلام ما نذكرش الاسماء. انت السؤال يكون عام هذه من باب الفائده، نحن لا نذكر الاسماء. ما هو بيت. تفضل يا يونس. العلاج بالقران. ايوه بارك الله فيك. هذه ملاحظه اللي لاحظتها اكثر من واحد يعني يذكرونها في الاسماء. خلي السؤال عام لأننا لا نعرف يعني بالتفصيل الهاشم كيف يعالج. أحمد طرابلس. أحمد تفضل يا أحمد. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أحمد سؤالك. أنا عندي مداخلة والله يا فضيلة الشيخ. تفضل مداخلتك يا أحمد. أول حاجة بارك الله فيكم وبارك في الدكتور صادق الغرقاني. فيك بارك الله يا مرحبا. حقيقة موضوع اللي أثرته اليوم سيء جدا وجدير بالمناقشة والدراسة. نعم. ولكن عندي ملاحظة أقول لكم، هذا لا يستغرب من أعداء الله وأعداء المسلمين في الغرب. نعم. لكن الصدمة الكبرى عندما أن المسلمين في بلدانهم يقومون بأفضح من ذلك. على سبيل المثال نحن نقول نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحب الدين ونحب القرآن، ولكننا نطبق في حياتنا العملية عكس ذلك بالمرة. صحيح. للأسف الشديد ولا حول ولا قوة إلا بالله. أحسنت. بالبلدان الإسلامية الربا محلل. صحيح. الزنا والخمر محلل. نعم. الأفلام الحمراء التي تجول وتطول في الصحف والمجلات دون رقيب ودون رادع في حجة حرية الرأي. نعم. القنوات الفضائية، قنوات الدعارة وقنوات الأعراض. نعم نعم يا أخي، كل هذه ممارسات ليست الدين وهي ضد الدين. نعم. فكيف احنا نقوم ونشجب ما نراه في الغرب ونحن ايضا نقوم بهتك الدين ونقوم بالإساءة الى الدين؟ نعم. وندعي باننا مسلمون. نعم. فالرجاء التنويه الى هذه النقاط. نعم. ان شاء الله. شكرا لك والله. احسنت بارك الله فيك. نتعرض إليه أحمد محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا أخ محمد من سفر. أهلا بك. أشكركم على البرنامج الطيب والله. الله يبارك فيك. تفضل سؤالك للشيخ الصادق. أول ذكر الشيخ يا أستاذ. تفضل تفضل محمد. الشيخ حكم السلام على أبناء بنات العم والخالة المصافحة. مصافحة. نعم يقصد مصافحة. مصافحة هل هو محبب ولا طيب حاضر واضح سؤالك. سؤال آخر يا محمد. سلام باليد يا قصدي أو مش هي المصافحة. المصافحة. والسؤال الثاني. طيب. في حكم الحضرة ولا الدقصة ولا ضد حكم الحضرة. طيب هل هو بدعة سنة؟ كويس. سؤال آخر محمد. مشكور يا دكتور. أحسنت بارك الله فيك. حاضر حاضر إن شاء الله. عياد من طرابلس. السلام عليكم عياد. أيوة عياد. عياد أنت معايا؟ ما نسمعش حاجة. فصل. طيب. شيء قبل أن نجيب على الأسئلة، سؤال مهم، سؤال مهم جدا، هو مداخلة الأخ أحمد. محبة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كثير من الناس إذا سألت هل تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكيد يجيب نعم أحبه. محبة النبي عليه الصلاة والسلام هذه يعني كثير من الناس لا يفهم كيف تكون المحبة، والقرآن وضح كيف تكون المحبة والسنة. نريد أن نعرف كيف تكون علامة أو الأمارات التي تدل على صدق المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والمحبة اللي هي كما ذكرت من قضايا الإيمان. نعم. كيف تكون محبته صلى الله عليه وسلم؟ هناك نقطة صغيرة بس أريد أن أضيفها قبل. نعم. الموضوع. نعم. في مسألة الادعاء والتستر بأنهم يفعلون ما يفعلون باسم حرية التعبير. نعم.
هذه طبعا أكذوبة مفضوحة واضحة، فإن أول رسوم خرجت كانت مصحوبة بمقال بعنوان الخوف أو الرهبة من انتقال الإسلام، فهي نص بوضوح على أن هذا السبب الرئيسي في الأمر هذا. ثم إن مسألة حرية التعبير لماذا فقط عندما تكون مع معتقدات المسلمين ولا تكون مع معتقدات غيرهم الهندوس والمعادات السامية والهولوكوست، بل هناك أمر آخر في بريطانيا التي تدعي الحرية. في الآونة الأخيرة حكموا على رجل كاتب عمره فات 70 سنة، حكموا عليه بالسجن بتهمة أنه بالغ في وصف محرقة اليهود في مقال من مقالاته. يعني هذا أليس هذا من حرية التعبير؟ يعني كذب المحرقة يعني. لا بالغ فيها، فقط بالغ في أوصافها، ولو كذب مشكلة كبيرة ما يحكم عليه بالإعدام، لكن هو بالغ في وصفها. فحاكموا وحكموا لأنه يقولوا له لا نريدك تكذب بهذه الطريقة، تكذب بهذه الطريقة. فحرية التعبير يعني أعطوها إجازة فيما يخص أمورهم. فمعنى هذا لو كانت حرية التعبير، لو كانت حرية التعبير أو الحرية كما يقولون هي أن يقول الإنسان ما يشاء ويفعل ما يريد، إذن ما الفرق بينها وبين ما يسمونه هم الإرهاب الآن؟ نعم. يعني كل إنسان يفعل ما يريد، هذه الحرية. نعم. أما إذا صدر الفعل منه فيسمونه حرية، وإذا صدر من المسلمين يسمونه رعبا ويسمونه إرهابا. نعم. فهذا يعني يعني يا شيخ نقدر نقول هذه ليست أسباب، هذا تبرير منهم. تبرير. نعم. ليس أسباب. نعم. أسباب كما ذكرت. نعم. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر يعني. نعم. لكن السؤال محبة النبي صلى الله عليه وسلم، محبة النبي صلى الله عليه وسلم حقيقية. أيوة. محبته من الإيمان وتوقيره من الدين. الله. قال الله تعالى لتؤمنوا به لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. فالتعزير النبي ونصرته وتوقيره ومحبته من الإيمان. وفي الأحاديث الصحيحة لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده. ولنأخذ أمثلة من محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للنبي بحيث تكون هذا التطبيق العملي، التطبيق العملي القدوة والمثل. الله أكبر. مثل محبة عمر بن الخطاب عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أحبك أكثر من نفسي ومن مالي وكذا إلا نفسي التي بين جنبي، قاله النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبي، قال أنت والله أحب لي من نفسي التي بين جنبي، قال الآن يا عمر. نأتي إلى محبة أبي طلحة للنبي صلى الله عليه وسلم في يوم أحد، جعل جسمه درعا واقيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كلما تحرك النبي صلى الله عليه وسلم تحرك أبو طلحة ويقول له بأبي أمي وأنت يا رسول الله لا تشرف عليهم يصيبك سهم من سهام القوم. يعني فكان يفديه بنفسه. وسعد ابن الربيع من الأنصار في غزوة أحد كان في الجرحى، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أناس يسألون عنه ويبحثون عنه وكيف هو وما صنع، فلما وقف عليه أصحابه وكان في آخر رمق ماذا قالهم؟ قال لهم أبلغ قومي من الأنصار، أبلغ قومي من الأنصار ليس لهم عند الله عذر إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم عين تطرف. السلام. وكان الواحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا بايعه يبايعه على المغنم وعلى المغرم وفي المنشط وفي المكره وفي اليسر وفي العسر، وكان يقول له لو خط بنا غمار هذا البحر لخضناه معك، ويقولون له خذ من أموالنا ما شئت واترك ما شئت، وما أخذته أحب إلينا مما تركته. يا سلام. ويقول له إننا لصدق عند اللقاء صبر في الحرب. يا سلام. وسيريك الله منا ما تقر به عينه. الله أكبر. هذه محبة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. كانوا يفدونه بأنفسهم وأرواحهم ويبذلون ما يملكون في سبيله ويطبقون سنته وشريعته تطبيقا عمليا صحيحا، وكل ما يأتيهم منه وفي كتاب الله عن رسوله صلى الله عليه وسلم
يبادرون إليه ويطبقونه ويفعلون ويعملون به. هذه يعني هي محبة النبي، محبة إجلال واتباع. محبة إجلال واتباع. نعم. نعم. والوقوف عند هديه وعند سنته. نعم. ليس فيها غلو، ليس فيها مبالغة. نعم. ليس فيها عبادة أشخاص، ليس فيها عبادة أوثان، ليس فيها تقديس. يا سلام. يعني كل شيء يضعونه في موضعه. يعني عندما يبذل الإنسان نفسه في ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أقصى ما يبذل الإنسان. معنى ذلك كل ما يأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو على الرأس وعلى العين. يا سلام. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فلا يكون الإنسان مؤمنا إلا إذا قدم ما يحبه الله عز وجل وما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم عما تهواه نفسه. بل أكثر من ذلك، بل قالوا إن من صريح الإيمان مش أن تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، بل أن تحب ما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. من صريح الإيمان أن تحب ما يحبه رسول الله وأن تبغض ما يبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى إن عمر رضي الله عنه كان يفرض في العطاء لأسامة بن زيد 5000، وكان يفرض لابنه عبد الله 2000، فقال عبد الله احتج على وقال له أنا شهدت ما لم يشهد أسامة، فكيف تعطيني 2000 وأعطيت أسامة 5؟ قال له عمر إن أسامة أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك، وأبوه أحب وأباه أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيك. يا سلام. فكانت محبته يعني يحبون محبوباته صلى الله عليه وسلم. نعم. إن المحب لمن يحب مطيعه. نعم. هذه علامة المحبة الصادقة. نعم. أما التسطيح والعاطفية بدون اتباع وإجلال له صلى الله عليه وسلم وتقديم أمري على كل أمر، فهذا يعني ليس بالمحبة الإيمانية الذي قصدها القرآن الكريم. في مجال الإجلال، عمرو ابن العاص وهو على فراش الموت يعني قال لأصحابه ليس هناك شيء أحب إليه، ليس هناك شيء أحب إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أجل في عينيه منه. يا سلام. وما قال وما أطيق أن أصفه إجلالا له، لأني ما كنت أطيق أن أملأ عيني منه، فلو سئلت أن أصفه ما استطعت أن أصفه. عليه الصلاة والسلام. طيب يا شيخ نحن مكالمات. السلام عليكم، معنا اتصال. ألو. أهلا بك. السلام عليكم. عليكم السلام. معكم سعيد مبارك. صالح. أيوة أستاذ صالح. تفضل. والله يعني اتشرف بالمكالمة هذه. يا مرحبا بك. ونحب نسد على يديكم الشيخ الصادق وبارك الله فيكم على الخطوة الكريمة هذه. شكرا لك. واللي تعتبر خطوة سباقة لها إذاعة الليبية. الله يسلمك. شكرا ونحب ندخل في الموضوع هذا باعتبار أن معالجة الإساءة الواقع على شخص الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون بحكمة وتعقل ووفقا للطرق الحضارية المتاحة. نعم. وأولى هذه الطرق التي نراها أن في البداية ندعو الجهات الرسمية والشعبية بالدول الإسلامية بتوجيه وفود شعبية متعددة ومستمرة إلى الدنمارك وتكليفهم برفع شعارات ظاهرة وواضحة بجميع اللغات منذ نزولهم إلى المطارات الدنمارك لمطالبتهم بسحب التعدي على شخص الرسول والاعتذار من المسلمين كافة وعلنا. فإذا ما نجحتش هذه الوسيلة فإن فيه وسائل أخرى، منها نداء الرؤساء والملوك العرب والمسلمين بإخفاض سفاراتهم الموجودة بالدنمارك وسحب سفرائها. فإن لم تنجح فعنا وسائل أخرى هي الدعوة بمقاطعة الدنمارك سياسيا واقتصاديا، ودعوة جميع المسلمين إلى الأحجام عن السفر إلى الدنمارك لأي سبب من كان. كما أن ندعو إلى مقاطعة المنتجات الدنماركية. ونحيي فيكم هذه الروح وبارك الله فيكم وربي يسدد خطاكم. شكرا على هذه المشاركة الطيبة وصلاح يكرم ميزان حسناتك يا صالح. مبارك من السلام عليكم. بنغازي مبارك، تفضل يا مبارك. سلام. مرحبا شيخ صادق. مرحبا بك. نعم. تفضل يا مبارك سؤالك. نبغى نسأل أزوال الشيخ صادق. تفضل معك الشيخ صادق مرياني. نبغى نسأله ما حكم عمل مصارف؟ باه. أنا موظف مصرف. باه.
سؤال آخر. ولا والمصالح التابعة لها يعني. والمصالح التابعة لها. بس أنا بعيد على كل هاش على التوقيعات وبعيد على. يعني أنت بعيد على توقيعات القروض والفوائد تقصد هيك أنت. ولا؟ أيوه. عامل موظف عادي. خلي سؤالك مباشر. يعني. خذ راحتك في السؤال يعني. طيب سؤال آخر يا مبارك. لا أوكي السؤال أبغى بس تقول. حاضر حاضر يا مبارك إن شاء الله. في غيث من مصراتة. السلام عليكم يا غيث. أهلا بك. من الصبا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال؟ أهلا بك يا غيث. أشكركم على البرنامج الطيب. شكرا لك بارك الله فيك. سؤالك. السؤال ما هو الفرق بين المذاهب وما الموضعات؟ ما الفرق بين المذاهب؟ المذاهب. طيب ايش ثاني؟ ومن وضعها؟ ومن وضعها؟ ومن وضعها؟ يعني المذاهب هذه الفقهية مشروع البرنامج الطيب. شوية غيث معي انت غيث. غيث. طيب. ان شاء الله. يا غيث معي اسمع من الهاتف ما تسمعش بالتلفزيون يردد علي. طيب 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 واضح سؤالك واضح. الصوت مش وصلني مضبوط. سؤالك واضح. تسعر المذاهب وواضح معنى كلمة مذهب مذهب الشافعي. طيب ناخذ فصل علني ثم نجيب شيخنا. طيب ها ولا شو رايك؟ أيها الأخوة المشاهدون فاصل قصير ثم نعود إليكم بعد قليل بإذن الله تعالى تبقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم من جديد. شيخنا نستقبل أو نجيب على الأسئلة وكذلك الرسائل القصيرة وصلتني حوالي 200 رسالة الآن أو أكثر. نجيب الأخوة المتصلين. في سائل حسن يسم الجبل الأخضر يقول أن والده يعني مريض مقعد أو مزمن يسأل هل يحج عنه النيابة في الحج عن والده المريض الذي لا يستطيع الحج. إن كان الوالد لم يحج حج الفريضة وهو لا يقدر على السفر فيجوز أن يحج نيابة عنه إن شاء الله ويكفي. نعم. يسأل كذلك الأخ ناصر يقول هل في الإسلام بدعة حسنة؟ المعنى العام البدعة بدعة سيئة وبدعة حسنة. البدعة بالمعنى الشرعي ليس هناك بدعة حسنة. بمعنى الشرعي. الشرعي. نعم. يعني عمر رضي الله عنه لما قال نعمة البدعة يعني نعمة الأمر المحدث. نعم. أي شيء محدث قد يكون حسن وقد يكون غير حسن. الله عز وجل يقول ما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا استمعوه. يعني القرآن. وصفه بأن عندما ينزل عليهم يحدث عنهم فهذا بدعة شيء جديد. لكن هذا ليس بمعنى البدعة الشرعية اللي يعني معناها اللغة هذا معناها لغة يعني بدعة معنى شيء محدث. الشيء المحدث من حيث هو قد يكون حسن وقد لا يكون حسن. لكن البدعة بالمعنى الشرعي شيء مبتدع في الدين يعبد الله به ويخترع صفة معينة للعبادة ويرى أنه يتقرب به إلى الله فلا تكون حسن. ليس هناك بدعة شرعية حسنة باعتبار أن الدين قد اكتمل. دينك قد اكتمل. اليوم أكملت لكم دينكم. نعم جزاكم الله خير. يسأل أيضا يقول توزع ورقة يعني عبر الرسائل القصيرة أو الورقة العادية تقول إن هي الذي أسأل النبي صلى الله عليه وسلم أصيب بكذا وكذا وزعها وإن لم توزعها يصبك كذا وكذا فيريد توجيه كلمة مثل هذا التسطيح لهذه الأمور. هذا من الغلو يعني نعم. لما كلمنا على معالجة الأمر يجب أن يعالج معالجة علمية صحيحة مش معالجة خرافية فيها إحداث واختراع لأشياء ما أنزل الله بها من سلطان. لما سني يقول هذا القول كانه يتكلم عن الله كان يتكلم الغيب كانه جاءه وحي من الله أن من لم يفعل كذا يصيبه كذا. هذا أمر يستطيع أحد أن يعلمه. هذا شيء أمر بإذن الله ليس أحد أن يحكم الله. بأنك إذا فعلت كذا يحصل لك كذا وإن لم تفعل كذا لا. إذا لم يأتي خبر من الله في شيء فلا يجوز المسلم أن يتقول على الله من غير علم. وهذا حرام لا يجوز وهذه خرافة قديمة جدا ومن حين لآخر تظهر والناس يكتبون
ورقة وبتوقيع ما عرفش الشيخ أحمد خادم الحجرة أيوة خادم الحجرة الشريفة يعني كذوبة لا أراها إلا أن كذوبة يهودية لإيقاع الخلل في دين المسلمين يعني يبقى الإنسان يخشى وهم وأن إذا لم يفعل بما في هذه الورقة فبيتوقع السرطان ويتوقع ما عرفش إيه هذا يعتقد هو نصر للنبي عليه الصلاة والسلام يعتقد نصر النبي النبي يعني لا ينصر بهذه الصورة نصر النبي ينصر باتباع السنة بالوقوف عند شرعه النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرنا بأن نتبع مثل هذه الخرافات هذه التي أضاعت علينا ديننا يجب على الإنسان المسلم أن يكون يعني مسلما يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم إنسانا عمليا يعمل بشرع الله لا بخرافات توكل على الله واثق في الله سبحانه وتعالى ويعمل عمل علمي إيجابي له خطوات محددة ونتائج وأهداف مرجوة يعني يقولوا الشيخ يحرم نشر هذه الرسالة لا يجوز لا يجوز بهذه الصورة حرام يجي رسالة ينشرها ويقولوا حرام عليه نشرها بل بالعكس يعني مش لما ينشرهاش يخشى كذا بل يحرم عليه نشره بهذه النية الله بارك الله فيكم كذلك يسأل جمال من طرابلس يقول ترديد الأذان أثناء قضاء الحاج لا غير مطلوب. هذا غير مطلوب لكن لو حدث وهذا الإنسان مر بقلبه على كلام الله أو على ذكر الله وهو في الحمام ولم ينطق بلسانه لا إثم عليه لأن كلام النفس لا يسمى كلاما لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما لم تعمل أو تكلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم فمعنى هذا أن حدث النفس لا يسمى كلاما وذلك لا يؤخذ عليه ولكن مش مطلوب من الإنسان غير مطلوب من الإنسان أن يجري على قلبه القرآن في الحمام نعم جزاكم الله خير كذلك يونس يسأل عن العلاج بالقرآن هل بعض الناس يذكر في الأسماء نصيحة للشيخ الذين يذكرون الأسماء بعض الناس يعني العلاج بالقرآن مدى مشروعيته ينبغي الإنسان يكون موضوعيا دائما عندما يتناول المسائل بحيث ما لا يوجه إليه لوم ولأنه قد يحكم على إنسان بناء على سماع سمعه وهذا السماع أو سوء النقل أحيانا سوء النقل وقد لا يكون هذا صحيحا لكن بصفة عامة أن المعالج إذا كان يعالج بالقرآن ويعالج بالأدعية والأذكرة والأذكار الشرعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا علاجه شرعي صحيح أما إذا كان محترفا وعندما تطلب العلاج يقول لك أعطيني اسم أمك ولا اسم أبوك ولا كذا ويتعامل مع الشياطين وعلى كذا ولا قطعة من ثوبك ولا قطعة من ثوبك ولا كذا فهذا ينبغي عليك أن تتجنبه لأن اللي يعالج بالقرآن لا يحتاج إلى هذا يقرأ القرآن رجاء بركته ويطلب من الله عز وجل الشفاء ويتوكل عليه ويكون واثق في أنه يعني يعطيه ما سأله يعني الرقى الشرعية الرقية الشرعية طيب الأخ أحمد كان مداخلته وتكلمنا عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم نشكره على ذلك كذلك الأخ محمد من سبها يسأل عن حكم مصافحة بنات العم بنات الخال حكم مصافحة الأجنبية المرأة اللي غير محرم لا تجوز مصافحتها لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صافح امرأة قط يده ما مست يد امرأة وأهل العلم في المذاهب المختلفة يتفقون على هذا ويقول إن مصافحة مس المرأة الأجنبية لا يجوز شرعا فالكلام مش ممنوع والسلام عليها أن تسلم عليها بلسانك وتقول كيف حالك قريبتك وكذا تكون بلباس الشرعي وباللباس الشرعي من غير خلوة هذا أمر مشروع لا شيء فيه أما المصافحة فهي محرمة لا تجوز لغير المحارم طيب الشيخ بارك الله فيك يسأل أيضا محمد عن حكم الحظرة وتضرب فيها الأمواس وكذا وينبغي نعم بارك الله فيك وينبغي أيضا في بخصوص الأول يمر على الناس أن يرفعوا الحرج عن أنفسهم كثير من العامة يرون أن ابن العم وإلا سلف المرأة يسموه سلف الحمو وكذا إذا لم يصافح زوجة أخيه ولا يصافح زوجة خصومة بينهم ويقاطعهم خصومة وقطيعة ويرون هذا من التكبر وكذا ينبغي الناس أن تفهم ماذا وتتعقله وتعرف أن هذا أمر شرعي وأن مخالفته هي اللي فيها الإثم وفيها المعصية فلأن هي الناس تحكم في عوائدها أكثر ما تحكم في شرع الله الآن تظهر محبة النبي هذا هو موضوع المحبة في مادة اليد بس نعم أنت تقول أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأريد أن أفديه بنفسي كما فداه أصحابه أنت الآن ما عاش عندك فرصة أن تفديه بنفسك هو قد مات صلى الله عليه وسلم إن كنت تريد أن تصل إلى تلك الدرجة فقف عند شرعه وعند أوامره ونهيه ونواهيه واهتدي بهديه واقطع كل العادات المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. الله وسلم طيب الشق الثاني من السؤال الأخ محمد نفسه يسأل عن حكم الحضرة
الحضرة اللي هي تكلمنا مرة على هذا الموضوع. وبعض الناس يظن هي من الدين يعني. هي ضمن أن الدين تكلمنا بعد لما تكلمنا عن مسألة التصوف، وأن إذا كان التصوف معناه أن الإنسان يبقى ويشطح ويجلب ويقوم ويرقص وكذا، فهذا سئل عنه. فوت الصلوات وفوت كذا. فهذا سئل عنه الإمام مالك وأجاب عنه وقال ما رأيت أحدا من أهل الإسلام يفعل هذا. الله. يعني سئل عن قوم يأكلون كثيرا ثم يقومون ويشطحون ويذكرون وكذا. فقال أما جرين هم؟ قال قولاهم من عقلاء الناس. قال أصبيان لا كبار عقلاء. قال ما رأيت أحدا من أهل الإسلام. قول الإمام مالك بن أنس. قول الإمام مالك بن أنس رحمه الله. نعم. هذا لا أساس له فيه. طيب. في العبادة لا, طيب. لا يعبد الله بهذه الصورة. هو الأخ غيت يسأل عن المذاهب، كلمة المذاهب هذه كيف كلمة مذهب المذهب معناها الطريق. نعم. يعني الطريق هذا يكون طريق خير وطريق شر. فالمذاهب هناك مذاهب إسلامية صحيحة، يعني تبين للناس منهج في التعليم الفقهي أو التعليم وكذا. هناك مذهب قد يكون مذهب سياسي، قد يكون مذهب فلسفي، قد يكون يعني المذهب هو طريقة. طريقي المذهب كلمة عامة، لكن ربما يقصد المذاهب الأربعة المشهورة، مذاهب الفقه الإسلامي اللي هي مذهب الإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل. هؤلاء إما يعني مجتهدون لهم يعني قدم راسخة في العلم الشرعي في السنة النبوية وفي الفقه، واشتهروا وكان لهم تلاميذ كثيرون. تلاميذهم أحيوا علمهم ونقلوه عنهم، وهم أنفسهم كتبوا كتبا فنقلت عنهم وانتشر علمهم وصارت لهم أتباع ومنهج في الاجتهاد في استنباط الأحكام الشرعية. نعم. من الكتاب والسنة. نعم. على طريقة أصول مذهب الإمام مالك. نعم. يعني طريقة في فهم الكتاب والسنة. نعم. لما نقول مذهب في بهذا المعنى. نعم. هو طريقة للاستنباط. نعم. من الكتاب والسنة. نعم. طريقة متفقة مع الأصول التي وضعها الإمام مالك. نعم. نعم. مذهب الحنفي وطريقة للاستنباط من الكتاب والسنة على المنهج الذي وضعه أبو حنيفة وهكذا. يعني هؤلاء الأئمة يعني أئمة مجتهدين اجتهادا مطلقا. نعم. وضعوا نعم. أصولا للاستنباط حتى لا يدخل على الشريعة من لا يحسنها. نعم. ويدخل فيها العابثين. وضعت قواعد وآلية لفهم النصوص الشرعية. أيوة. سواء من الكتاب أو السنة، قواعد مضبوطة. نعم. محررة بحيث ما يبقاش كل من ذب وهب. لا يجرؤ أحد على الدخول على الشريعة إلا من أتقن هذه القواعد. إلا من أتقن هذه القواعد. نعم. وهذه من صيانة الشريعة. طيب شيخنا جانا سؤال الإيميل نختار البريد الإلكتروني، يقول حكم تسمية رحمة ثواب مغفرة، هذه الأسماء هل فيها محذور شرعي أو شيء؟ يعني أهل العلم يكرهون التسمية بها. نعم. لأن فيها تزكية للنفس. الله عز وجل يقول فلا تزكوا أنفسكم هو. نعم. أعلم بمن اتقى. نعم. لما تسميها رحمة ولا تسميها زاكية ولا سميها كذا كأنك زكيت. نقول بكراهة. فهو مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غير اسم برة وقال أنت زينب. نعم. برة يعني من البر. البر. فغيره. نعم. إلى بحيث يبعد اسم التزكية عنها يعني. نعم. نعم. طيب يسأل أيضا يقول الفوائد التي تترك في الحساب هل ما حكمها؟ لأني سمعت بعض يقول يعني يجوز أخذها الفائدة. الفائدة الربوية. نعم. لزيادة على القرض هذه. نعم. حرام. يجوز للإنسان أولا أن يقدم على فتح حساب يعني يأخذ منه فائدة. نعم. الإقدام على هذا العمل في حد ذاته عقد محرم، عقد ربا في حرب الله سبحانه وتعالى. نعم. لكن إذا كان الحساب فتحه أحد غيرك وأنت ورثت هذا الحساب. نعم. ولست أنت فاعله ولست أنت فاعلة. نعم. يعني في هذه الحالة تستطيع أن تأخذ هذا المال الذي وجدته في الفوائد وتتخلص منه في وجه من وجوه البر. نعم. التعطيه لجمعية خيرية يستعين به المسلمين. يعني لا يتصرف فيه في قصة نفسه. لا يتصرف فيه. سؤال جاءنا في الحلقة الماضية شيخ نسينا نجيب عنها، السلفة على المرتب، يأخذ سلفة وقرض على المرتب ما حكمها؟ السلفة عادة تكون بفائدة عندما يستلف الموظف على مرتبه يأخذ منه نسبة في المية زيادة على القرض اللي هو 5% أو 4% وكذا، وهذا ربا لا يجوز المسلم أن يقدم عليه، لأن الربا حرام من غير تفصيل، ما فيه يعني نوع من قطعيات الإسلام. من قطعيات. ما فيه نوع جائز ونوع محرم. جزاكم الله خير بارك الله. نأخذ بعض الرسائل القصيرة التي وصلتنا عبر الـ SMS حوالي الآن
250 رسالة، الله يعين الجواب عليها الشيخ إن شاء الله. يقول سؤال، يعني حلف على القرآن الكريم على عدم فعل شيء ولكن فعله، هل حلف على القرآن يعتبر يمين أو لا؟ نعم هو يمين، لأن القرآن كلام الله وهو صفة من صفاته، فيجب عليه أن يعطي كفارة يمين إذا حدث في يمينه. نعم، يعني تنعقد اليمين بالحلف على القرآن الكريم. نعم. بارك الله فيك. كذلك يسأل بعض، يقول طبعا أسئلة كثيرة، كيف ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه أجبنا عليها في هذه الحلقة، خصصت لنصرة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني يحكي يقول، ما هي كيفية التعامل مع الأشخاص الذين ليسوا على دين الإسلام، يعني على ديانات أخرى غير المسلمين المقيمين في أرض الإسلام، كيف نتعامل معهم نعرفهم الإسلام؟ هذا سؤال يسأل، هل هناك توجيه بخصوص هو يقصد، يعني كان يقصد العداوة وعدم العداوة، يعني وهذه ردة الفعل الإيجابية كذا. أيوة. نعم. هو ليس كل من هو غير المسلم هو عدو للمسلمين. نعم. يعني غير المسلمين منهم من تستطيع أن تعامله معاملة يعني فيها نوع من الإنصاف والقسط، والله عز وجل يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين. نعم. ولم يخرجوكم من دياركم. نعم. أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. نعم. أن تبره وتقسط إليه وتعامل معاملة حسنة، هذا أمر مشروع. نعم. لأنك تعطي بذلك قدوة حسنة، والإسلام ينتشر بالقدوة الحسنة والمثل وبالسلوك أكثر مما ينتشر. نعم. بالكلام وبدفع المال. نعم. كثير من نصارى نجران هذه منطقة بين اليمن والمملكة جزيرة العرب، هذه وادي كان فيه نصارى، كثير منهم أسلم بسبب أنه رأى سلوك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتأثر بشيء إلا بسلوك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا ما الذي نزل على عيسى بأفضل من هذا، فتحول كثير منهم الإسلام بالقدوة الحسنة. نعم. فالمسلم ينبغي سواء كان في بلاد الغرب أو في بلاد المسلمين أن يعطي من نفسه مثلا صالحا لغير المسلمين. هذا أنجع وسائل الدعوة إلى. نعم. الإسلام، يعني بحيث لا يستدرجنا المتطرفون في إذكاء العداوة النفسية بيننا وبين غير المسلمين. نعم. أن هذا من أهداف لسان النبي عليه الصلاة والسلام، هو خلق عداوة نفسية بيننا وبين غير المسلمين، وكل من رأى غير مسلم يرتاب منه ويخطاب، فهذا نضبط. نعم. انفعالاتنا بحيث تكون. نعم. ردود انفعالاتنا إيجابية. نعم. جزاكم الله خير يا شيخ. تسأل سائلة يا شيخ، تقول هي زوجة عربية متزوجة ليبي وعندها أولاد وبنات، قالت مات زوجي فهل أم الزوج وأبو الزوج يرث مع أولادي؟ نعم، أم الميت وأبوه يرثان، كل منهم يرث السدس إذا كان هناك أبناء. نعم. إذا ولد الميت أبناء فالأم ترث السدس والأب يرث السدس. نعم. تسأل مرأة تقول شيخ، حكم استخدام الميش للنساء؟ الميش إذا كان هو صبغة معتادة فهذا لا شيء فيه، لأن الصبغ جائز للمرأة، لكن إذا كان هذا نوع من الصبغ خاص يعني يشتمل ويحتوي على مواد شمعية تبقى ولا تزال بالماء، فهذا لا يجوز استعماله، لأنه يكون مادة عازلة على الشعر، فلا تستطيع المرأة معها الغسل ولا الطهارة ولا الوضوء، تبقى صلاتها غير صحيحة، فعليها أن تبحث عن نوع من الميش ليس فيه مادة شمعية عازلة. هناك نوع من الميش يبقى في الشعر لا يمكن إزالته إلى أن تنتهي الشعر ويخرج الشعر جديد. هذا يبقى يعني يكون حائل بين أيوة بين الشعر والماء. والماء. ومسح الرأس من الفرائض الوضوء. من الفرائض والغسل أيضا، تحتاج إلى الغسل في هذه المدة، يعني يبقى شهور طويلة. ولذلك تسأل على الصبغ أو الميش الذي يعني يزال بالنور، يبقى هو لون فقط. نعم. مثل لون الحناء. نعم. الحناء ليست عازلة لأنه مجرد لون. نعم. لون فقط. صبغ. لون فقط. نعم. لون. ليست حائل مانع يعني. فاللون الصبغ اللي هو لون أو الميش اللي هو لون فقط هذا جائز، لكن اللي فيه مادة عازلة لا يجوز. طيب الشيخ يقول، هل يجوز شراء الذهب بالدين؟ لا يجوز شراء الذهب بالدين. وقال أيضا، وإذا كان لا فلماذا؟ عبدالله المجبري. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. نعم. فإذا اختلفت الأصناف
فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. إذا اختلفت الأصناف يعني ذهب بفضة مش ذهب بذهب، ذهب بفضة. النقود أيضا هي حكم حكم الذهب والفضة، هي نوع آخر من النقد. النقد الآن في عصرنا هو ثلاثة أشياء: ذهب وفضة وأوراق نقدية. ثلاثة أشياء، ثلاثة أصناف، ثلاثة أصناف. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلفت الأصناف في هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم. نعم. إذا كان يدا بيد، هذا الشرط لابد أن يكون يدا بيد. بارك الله فيكم. تسأل أيضا عن ما حكم قص الشعر بالنسبة للنساء؟ جائز، لا شيء فيه، ما لا أن تقص شعرها. نعم. تنقيص الحواجب إذا كانت مؤذية تنزل على عيني بالنقراط جائز، لأنه ليس نمص. النمص هو قلع الشعر بالملقاط، هذا يسمى النمص، لترقيق الحاجب وجعله كالقوس، هذا منهي عنه، لعن الله النامصة والمتنمصة. لكن إذا كان شعر الحاجب طويل وقطعت منه بالمقراض فهذا ليس نمصا، ليس نمصا. طيب يا الشيخ، يا سؤال من نور الدين البوسيفي يقول أرجو الجواب: هل يستطيع من علق طلاق امرأته على أمر أن يلغي هذا التعليق وتكون الزوجة في حل دون الطلاق؟ لا لا يجوز. يعني لو نبين هذه الصورة، لو نبينها شيخ. نعم. لو تبين هذه الصورة. التعليق هو يمين، التعليق هو يمين. عندما يقول إنسان والله لا أفعل كذا، والله مثلا لا أشرب الماء هذا، هذا الكأس لا أشرب، والله لا أشرب هذا الكأس. نعم. فهل يستطيع بعد أن يحلف يقول لا أنا ألغيت يميني وأريد أن وأريد أن أشرب؟ ما تنعقد الأيمان أبدا. بعد ذلك لا توجد أيمان في الدنيا. أي إنسان يحلف يمين ثم يندم عنها يقول أنا ألغيتها بقرار مني. لا، اليمين هي التزام مع الله صلى الله عليه وسلم، مع الله عز وجل. فإذا إنسان حلف يمينا ولم يفي بها فهي باقية، إن وفى بها لا شيء عليه، ولم يفي بها فعليه ما ترتب عليها إما الكفارة، وإذا كانت هي طلاق فعليه الطلاق. فإذا وقال إن دخلت امرأة الدار فهي طالق أو قابلت فلان فهي طالق، فقد علق طلاقها على هذا الفعل. نعم. فإذا وقع الفعل طلقت، وإذا لم يحصل هذا الفعل لا تطلق. لكن لا يستطيع بعد يوم أو يومين يقول لا أنا أذنت لها في أن تدخل الدار، لا يستطيع أن يفعل. نعم. هذا جزاكم الله خيرا. هناك صورة ممكن، لكن نعم، قريبة من هذا. لو يقول مثلا لزوجته لا تخرجي إلا بإذني، إلا بإذني. وإذا خرجت من غير إذني فأنت طالق، فهذا حال يستطيع بعد ذلك أن يقول أذنت لك إذنا عاما. يستطيع أن يرفع الإذن، يرفع الإذن، أي الإذن، يرفع الإذن، ولا قال لا تخرج إلا بإذني، ثم بعد ذلك قال أنا أذنت لك إذنا عاما. نعم. فيرتفع اليمين في هذه الحالة. لكن إذا كان الطلاق معلق على فعل فلا يستطيع أن يلغيه. طيب شيخ، امرأة تسأل تقول أنها أجهضت بعد ثلاثة شهور أو ثلاث شهور ونصف، وبعد أسبوع من ذلك انقطع عنها الدم، فهل تبدأ في صلاتها بعد انقطاع الدم من إجهاضها؟ الإجهاض مثل النفاس، الدم النازل منه مثل دم النفاس، تتوقف المرأة يعني ما هو عن الصلاة والعبادة التي لا يجوز معها الحيض، لكن بمجرد ما يتوقف وترى علامة الطهر ولو بعد يوم واحد يجب عليها أن تصلي. نعم. يسأل سؤال أخير الشيخ: الخطيب انتقض وضوءه ماذا يفعل؟ يتوضأ إذا كان ما قريب، يتم الخطبة ثم يتوضأ ولا ينزل؟ لو أن يتم الخطبة. الخطبة ليس شرطها، ليس شرطا في ليس الخطبة من شرطها أن يكون طاهرا. لو أن يكمل خطبته، والخطبة يكفي منها حتى القليل، لأن ليس هو كما يعني الناس يفعلون يطيل الخطبة حتى يمل الناس من الجلوس. سنة الخطبة التقصير، ما أتى به يكفي خطبة. من فقه الإمام. من فقه الإمام. فإذا انتقض وضوء في الخطبة يذهب الوضوء يتوضأ ثم يأتي ويصلي. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم شيخنا. انتهى الوقت، والآن يعني خلصنا لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم هي بأيدينا، قل هو من عندي أنفسكم. نعم. علينا أن يعني نوظف ونفعل برنامج المقاطعة، وتكون هناك يعني عمل منظم ومرتب للاستمرار حتى نجعل نكون حدا. نعم. من هذه. نعم. الإساءة. بارك الله فيكم شيخنا. بارك الله. أيها الأخوة المشاهدون، لا يسعني في نهاية هذه الحلقة إلا أن أشكر وإياكم فضيلة الدكتور الشيخ الصادق عبد الرحمن الغرياني، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب ذلك في ميزان حسناته.
حتى نلتقي وإياكم في الجمعة القادمة بإذن الله تعالى. ها هو أسامة الصلابي يودعكم، إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.